انا بشكر جدا مجلس النقابه انه دعانا النهارده ان احنا نيجي ونقول راي، ومش هنمشي من هنا ونسينا، هنمشي بقرارات حضرتك المجلس اللي هينفذها. وافكركم تاني بنكتب ونصور ونقول مين اللي ورا ده، ومين اللي بيمول دول، وهم مين دول اللي بيخشوا الكنائس والمساجد اللي ما هماش لهم هوية عربية وبيعملوا الأعمال دهية. وإن شاء الله إن شاء الله ما حدش هيقدر أبدا يهزم مصر ولا يهزم المصريين. طول ما احنا موجودين هنقف ندافع القوى الناعمة زي ما تقول. شكرا.